طقس ربيعي معتدل وطقس لطيف يكون ليلا وأجواء مستقرة عموما في مناطق المملكة، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ولكن من المتوقع أن تبدأ ارتفاعات درجات الحرارة من نهار يوم الخميس. وبالنظر سوية إلى صور الأقمار الصناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن هنالك بعض السحب على ارتفاعات مختلفة التي ظهرت مع صباح اليوم، ولكن بدأت الأجواء بالاستقرار لتكون الأجواء صافية حتى نهاية هذا اليوم مع يوم الغد. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان. متوقع أن تكون الأجواء صافية ودرجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ومتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 11 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لثلاثة أيام القادمة. يوم الخميس تكون درجات الحرارة والأجواء صافية، تكون درجة الحرارة 22 درجة مئوية وليلا 14 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فتكون الأجواء غائمة جزئيا لتكون درجة الحرارة 28 وليلا 19 درجة مئوية. يوم السبت متوقع أن يكون هنالك بعض الرياح النشطة والغبار في العاصمة عمان، ولكن تكون الأجواء حارة نسبيا لتكون درجة الحرارة 29 درجة مئوية وليلا 17 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون درجة الحرارة من 23 إلى 13، في المفرق من 25 إلى 12، جرش من 24 إلى 14، وفي عجلون من 21 إلى 11 درجة مئوية. أما في العاصمة عمان من 22 إلى 14، في الزرقاء من 25 إلى 14، في البرقاء من 21 إلى 14 درجة مئوية ليلاً، مادبة 23 إلى 13، وفي البحر الميت من 30 إلى 19 درجة مئوية. ننتقل جنوباً ونبدأ من الكرك من 23 إلى 14 درجة ليلاً، في الطفيلة من 21 إلى 15 درجة ليلاً، في معان من 25 إلى 13، في جبال الشراب من 19 إلى 14 درجة مئوية، وفي خليج العقبة من 29 إلى 21 درجة ليلاً. في رويشد من 27 إلى 13، في الصفاوي من 27 إلى 14، وأخيراً في الأزرق من 28 إلى 15 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.